سنوات لازم يدير رياضي تربص في هي في هي نورمالمون كيما قلت هادو هما لي بوين ايسونسييل باش لاتليت يبروغريسي كي تقول زعما دير ان ستاج افيك لي ميور اتليت ولا لي ميور لي ميور انترينور لي ماشي تقول بلي نجيبو كفاءه اجنبيه بار اكزومبل ومن بعد هذاك لونترينور كان يخدم في الكلوب كيما حالتنا كيما انا غادي فورمي دو اتليت بس روح جيب كفاءات اللي عندهم صح كيما تشوف لي جيبت لي فريزي جيبسيان اللي خدموا بلادهم تلقاهم باللي لي اتليت اللي ربحوهم البنات في لي جو ميديتيرانيا يا اخي جابوا في زوج ميداي دور شوفهم في الشامبيونات دي موند واش داروا صح علاش باسكو عندهم ان سويفي يديروا دي ستاج يديروا دي كومبيتيسيون ما يحبسوش تما برك ماشي حنا دير كومبيتيسيون بعد تقول لي خلاص انا صح يعني هذوما لويزا وكذلك سيليا ما عدا الدورات اللي راحوا شاركوا فيهم اللي تحدثنا عليهم هذوك ثلاثة إضافة مع المنتخب الوطني في مصر ما داروش تربص خارج الوطن ما كاش تربص خارج الوطن مع رياضيين تاع الكاراتيه في المستوى العالمي ما كاش يعني غير في الجزائر وفي الجزائر غلق القاعة ودير في الساحة تاع الدار في الجزائر سقسيهم يقولوا لي كيفاش درت جبت دي زاتلت واحد تخوز زاتلت ولا كاتاتلت وديتهم للدار نباتوا تما والصباح نوض نولي شوفور ومن بعد نولي اونترينور ومن بعد نولي بسيكولوج ما كاش جبتيهم ثلاثه هذوك جبتيهم من مناطق مختلفه جبتهم هنا من الجي ديتهم للدار وباسكو يا با فريمون لي مويان ولا فيديراسيون باش دير ستاج ما دارتش ستاج اللي يكون فريمون لو سبارينغ ما كانش دونك جي ديسيدي با باسكو انا موالفين يخدموا بيناتهم تما خلاص تكنيكمون يتعرفوا كيفاش دونك لازم لنا سبارينغ جيب كيلكو زاتليت و على كل حال نتمنوا انه كل هذه المشاكل تلقى اذان صاغيه على كل احنا ماناش نتحدثوا فقط باش نديروا حصه ونروحوا للدار احنا نتحدثوا باش الوزاره الوصيه تسمع هذا الكلام على كل حال المره الماضيه لما تحدثنا على كل في في في, في حصه بالمكشوف مع زميل بوحنيكا وكذلك عبر حصه قضايا رياضيه في العدد الاول أردنا أن نوصل كلمة هؤلاء الرياضيين للسلطات المسؤولة للسلطات العليا حتى يأخذون ذلك بعين الاعتبار في المرة الماضية كنا تحدثنا هكذا فقط عن طريق فيديو عن طريق محللين هذه المرة رم جو رياضيين أكم شفتوهم أم قدامكم أم هنا في الاستوديو المدربة تاعهم هي اللي راهي تسفري هي اللي راهي تعاني هي اللي راهي تواجه كل هذا العراقيل ودير كل هذا العمل باش تصطدم في النهاية بعض المشاكل ويخلوا لها رياضيين مرميين في المطار نقول مرميين بين قوسين باسكو صح رموا الرياضيين في مطار واري بومدين قبل التوجه إلى الألعاب العالمية طبعا المرة الماضية زميل رضوان بوحنيكا بن شيخ قالوا هادو ما يخلصوش يخلصوا بزيت الزيتون هكذا على كل بن شيخ كان دافع عليكم المرة الماضية هو وكل محللين وزميل رضوان ربما عندك كلمة في هذا الموضوع وي باسكو هما ديجا في الدومين وعلى بالهم كيفاش عندهم اكسبيريونس على بالهم واش صار اكزاكتومون اللي يخدم ما يسمعوش به واللي يلقاها واجده خلاص يدي الشيعه وهذا ما كان وحبيت نوضح برك حاجه كيما قال انا نخلص بالزيت انا جي با ديموندي باسكو هو واش يقول اي حابه تحكم ليكيب ناسيونال لانتيري بيرسونيل تاعها نو جو ديموند با سا انا كنت في ليكيب ناسيونال عيط لي باش نحكم لي كادات كنت حكمه لي كادات على انا حبست في ليكيب ناسيونال علاش حبست باسكو ايل ما اوبليجي باش ندي بنت خوه كي في المنتخب لما كنت انت في المنتخب قال لي لازم تعطي لها اون شونس اي تو وانا ما سيليكسيونيتهاش ميم با في لا كومبيتيسيون باسكو اني با كلاسي في الشامبيونات دالجيري حتى جات بالكيمونو جابها باباها دخلت للستاج ايزون فورسي دخلت هكذا وانا خلاص درت تيراج لي يدخلوا باش يديروا بري سيليكسيون باش نشوف شكون ندو للشامبيونات دافريك لبست كيمونو دخلت ديريكت وما عندك ما دير قال لك وبليجي لازم تدخلها دخلتها قال لك دوك تمد لي لا ليست غير انا اكزيجيو لي غير ليا باسكو كاين ممبر دو لا فامي قالوا لي دوك تمدي لنا لا ليست شكون خرجتي لي برومي حسبت لهم نخاف زعما كي جابها ديريكت نديرها لا بروميير درت لا ليست اكزاكت لي جابت لا بروميير بلاص في هذيك لا كومبيتيسيون بري سيليكسيون درتها دوزيام تروزيام وسينيتها عطيتها لهم اي بان نو هذيك اللي راحت وانا جبت روحي من بعد ما قبلوهاش ومن بعد نهار نروحوا كومبيتيسيون قال لك جيبي باسبور تاعك تروحي معاهم قلت لهم لا ما نروحش معاهم انا ماشي جي با في لا سيليكسيون
باسكو ميم ما عيطوليش ميم با لا سيليكسيون باش ندير لا سيليكسيون هذيك ومن بعد ومن بعد باسكو بدلوا ليكيب ومن بعد واش قالوا لك قال لك ليجيبسيان الي نوتر ما يعرف حتى واحد هو باسكو ليجيبسيان يمشي معاه صاحبو ويتو قال لك الي نوتر شكون دا ليجيبسيان دا تاع الكلوب هذا اللي قلت لك خرج في الفوت هو اللي عاونه دا بنت خوه وليدو وليد البريزيدون وليد تريزوري شوفوا يروحوا يديروا معرفه يروحوا يديروا لونكيت ويشوفوا الى راني نكذب يديروا برك لونكيت على تاع هذه تاع لاونغري على لي فيزا ويديروا ام في ستاج دوكا لي بتيت كاتيجوري دخلوا ستاج باسكو دوكا هادو ما يقدرش ينحيهم باسكو سي دي شامبيون دي موند لازم له شويه وقت باسكو كيفاش يدير هو يدير لي زيليميناتوار يدير دي تاكتيك كيفاش باش يولي لاتليت هذاك ما يسوى شغل ما يديرش ومن بعد يطلع واحد اخر بصح دوكا في لي بتيت كاتيجوري دوكا هادو ما باسكو كاين لي جو في 2026 ان شاء الله دخلوا هما لا بريزون شارج نورمالمون من المينيستير ام ستاج دخلوا ستاج لي زاتليت هادوما عيط غير الزوج تاعي في الكلوب تاعي باسكو جابوا ميداي دور اللي جابوا برونز ما عيطلهمش ولو كان يسقسوا في المينيستير عطاو لهم بيجي لو كان يسقسوا للستاج تشوف شحال لي زاتليت اللي جابوهم باسكو كيما قلت لك يرجع لهم الخير واحد منا واحد فوط عليه واحد صاحبه يروحوا برك يشوفوا يلقاو لا سوليسيون تما ما كاش اضافه الى ما كاش الرجل المناسب في المكان المناسب ولكن اضافه الى ذلك كاين المحسوبيه والمعرفه اللي راهي مسيطره على الاتحاديه هذه تاع الكاراتي هذه الملخص المفيد هذه هي وتصفيه الحسابات اكزاكتومون تصفيه الحسابات الانتيري هو اللي اون فان كونت هو اللي يجري على الانتيري تاعو ماشي انا قلت لك ماشي ما نقولكش ما يسحقش ليكيب ناسيونال بصح يا دي برينسيپ انا شو اونترينور ندير ليكيب ما يفرضوش عليك كلمتهم ما يفرضوش ماشي كيما يقولوا قدره فوق طعام يحطوك ومن بعد باش ولا لو كان انا سحقيت هاد البلاصه نضرب على هاد البلاصه نقول له عطيني 3500 يورو كيما ليجيبسيان باغ اكزومبل مانيش ندوموندي الدراهم راني ندوموندي ناكومباني البنات هادوما باش يديروا كومبيتيسيون باسكو انا اونترينيتهم ناكومبانيهم باش نكوتشيهم هذا ما كان ما قلتلوش ميم عطيني دراهم يعني 3500 بما انك تحدثتي عليها هل البارم هذا دائره الاتحاديه لكل المدربين في الاتحاديه تاع الكاراتي ولا غير هذا برك خارج عن المجموعه شحال يدي مدرب في المنتخب الوطني عندك 15 ما 5 ما تدي 100000 للستاج لا جورني وانا دوكا درت دي ستاج في رمضان درت معاهم في قبل شامبيونات دافريك هذيك اللي فاتت حتى اليوم ما خصونيش ما مزيت زيتون ما مزيت زيتون الله غير ما هذاك ما كاش دونك على حسب هذه تما انا على كل حال تحدثت المره الماضيه هنا كان ساحي حسن وكان ايضا مسدوي قال لك باللي القرار كان قرار شخصي انفرادي جاب هكذا قال لهم جاي مدرب وبعد ذلك جاب المدرب هذاك ومشاور حتى واحد وفي النهايه داروا مدرب وماشي انت الوحيده اللي قلت لنا بلي دي 3500 اورو الجميع قالها اذا من بعدك قال بانه الرياضيين اعتقد قال لهم يدير يحب البلاد يحب الجزائر ماهوش يخدم ماهوش يخلص او يخدم باطل زعما ميم لا هونغري راح باسكو يحب الجزائر ولا وراح بدراهم ولا راح بدراهم ماشي بدراهم صح علاش مادام داتو الاتحاديه علاش ما داتش المدرب هذه يا شيخي باسكو علاش راح هو بالضبط بما انه ما عنده حتى علاقه مع المنتخب الوطني المصري باسكو راح علاش باسكو سيتي بريفي صح يكوتشي هو قال لهم لي زاتليت كان راح يكوتشي صح مادام معاهم تربص ما يعرفهم يروح يكوتشي ديالهم ماشي ما يعرفهمش يعرفهم لانه خاض معاهم العاب البحر الابيض المتوسط ولكن لكن ما دارش معاهم تحضيرات حتى وتكون تعرف الرياضي لكن لازم دير معاه تحضيرات تعرف النيفو تاعو واش راهو دوكا واش كان كاين في الفتره اللي غبت فيها انت من السنه الماضيه لهذ السنه راح للشامبيونات دي موند راح باسكو كان راح يكوتشيهم ومن بعد قلت لك تبدلت عفايس وهو قالها هو بفمه قالها ليجيبسيان باسكو صراو مشاكل في الجزائر لو بروبليم اللي صرا سي بيان انا رحت للمينيستير المينيستير جي ريكلامي وعلى بالو سمعوا لحقت لهم الهضره بلي لو كان يكوتشي المصري راح يصرى له ان بروبليم دونك واش دار راح تما قعد مع ليكيب قعد يعني بور ان بيريود على الوزاره الوصيه ان تحقق في هذا الموضوع لان الصور منتشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي المدرب المصري كان بالقام باللباس تاع المنتخب الوطني كان موجود هناك تحدث حتى مع رياضيين تحدث معكم سيليا و تحدث معاكم جاه هضر معاكم معنا بعد البطوله بعد البطوله تحدث معاكم وتلاقيت معاه قبل البطوله بيوم كان موجود المهم كان موجود لتن
اصلا هو دار تصاور بلي كان شادي كان. اوكي اذا هو كان موجود، اذا وجوده هناك علامه استفهام على باي حق كان موجودا هناك، في حين أن هناك مدربين حرموا من التواجد هناك. وتابعتم جيدا في البداية شرح ديهيا شيخي، صراحة يعني نعجز عن إيجاد إجابات لهذه الأسئلة، ونتمنى من السلطات الوصية هي اللي تأخذ زمام الأمور وهي اللي تحقق، لأنها هي المخولة ولسنا نحن. نحن بين القضية، بين الرأي العام ماذا هناك، ولكن الناس هي اللي مدى بنا المسؤولة على هذه الرياضة. نتمنى ويأخذوا هذا الأمر بعين الاعتبار. على كل حال أنا مدى بي واحد السؤال، أنا حاب نفتح واحد النقاش بينك وبين سيد علي بودينا، وطبعا أنا نشاركه فيه، فيما يخص المدرب الأجنبي أو الكفاءة الأجنبية والكفاءة المحلية. هاد الديبا هذا دائما موجود، نشوفوه ماشي غير في كاراتيه، ماشي غير في التجديف، ماشي غير في كرة القدم، في كل شيء دائما هناك هذاك الديبا تاع المدرب الأجنبي يجي يقدم الإضافة. لكن ماذا قدم المدرب الأجنبي وماذا قدمت الكفاءة المحلية؟ ماذا بيان عرفوا هنا باش نشوفوا هاد المدرب مثلا بدا معاك دي يا شيخي، مدرب هذا على كل حال باش نحطه بين قوسين ونعطي كل ذي حق حقه، هو ماشي مدرب سيء. البعض حب يصوره باللي البعض حب يصوره هنا باللي بطل مغوار، والبعض حب يصوره هنا باللي ماشي لكن هو مدرب مليح، كانت عنده رياضية في منتخب المصري قادها طلعها لحقها المستوى معين إلى غير ذلك. لكن الإشكال وين راه؟ لربما الأسرة تاع كاراتي ما عجبهاش الأمر، هي منح قيمة كبيرة جدا وربما في بعض الأحيان مبالغ فيها لهذا المدرب والمدرب الأجنبي على حساب المدرب المحلي ولا الكفاءة المحلية. اكزاكتومون حنا ليجيبسيان ما نقولكش ماشي مليح، جو لو بريفير جو لو ردي ديجا كي راح للشامبيونات دي موند قلت لهم مادابيا كوتشيكم هو